ومعنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع من العاصمة اليونانية أثينا عبر سكايب دبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق فتيان الراوي. مرحبا بك معنا دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. بداية نبدأ من تصريح فالح الفياض الذي أكد أن ميليشيات الحشد هي من صنعت الحكومة وهي التي ستغيرها، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني أولا فالح الفياض بالانتخابات الأخيرة لم يحصل على أي شيء، وبالتأكيد هو يستند على ميليشيات، هو يعلم أن هذه الميليشيات مدعومة من قبل إيران وليس المرجعية. هذه الميليشيات مرجعيتها الأساسية هي مرجعيتها الإيرانية. كلنا نعرف أن تسليحها ودعمها سواء من خلال الحرس الثوري أو من خلال قاسم سليماني وتواجده معهم، فإذا هو ينطلق من منطلق أنه الذراع الأقوى في الساحة العراقية اليوم هي إيران، ولذلك هو يستند على إيران ويستند على قوته من إيران، ولذلك يعلن مثل هذا التصريح. قبل 4 سنوات ما كان يستطيع أن يعطي هذا التصريح لأن ما كان هو يمثل في تلك المرحلة ذراع إيران أو اليد الإيرانية في السلطة العراقية. هذا يعني أنا أعتقد مستمد قوته من القوة الإيرانية ومن الدعم الإيراني. ولكن هذا يعني أن سيطرة الميليشيات لم تقتصر على الأرض فحسب، بل وصلت إلى الحكومة السياسية. هل بات حكم الميليشيات إذن في العراق واقع حال، وما مآلات ذلك؟ بالتأكيد هو واقع حال، لأنه ما يجري في الموصل وما يجري في صلاح الدين وما يجري في ديالة من تجاوز على القانون، من تجريف للأراضي الزراعية، من الحرائق اللي تنشف في المحصولات الزراعية، من استهتار وقتل، من تدمير مساجد. يعني خلال ال4 سنوات الماضية شهد العراق وبالذات المناطق ما يسمى عنها المناطق المحررة، أي تحرير، حررت من داعش لتقع في سلطة ميليشيات أسوأ من داعش. فلذلك هي نعم تمتلك القوة وتمتلك السلاح وتمتلك الأموال والدعم، وكل هذه الميليشيات، كل ميليشيا تستند إلى حزب معين، هذا الحزب هو موجود في السلطة. هنا نستذكر تصريح العبادي قبل مدة الذي اتهم ميليشيات الحشد بالاستثراء من أموال الدولة، يعني الفساد. ما الدلالة الزمنية لاتهام العبادي، لا سيما أنه هو الذي أشرف على تأسيس هيئة للميليشيات؟ العبادي هو اللي ساهم في إعطاء الصفة القانونية لهذه الميليشيات، وهو اللي سكت عن كل تجاوزاته خلال 4 سنوات، ولكن عندما أبعد من السلطة أصبح الآن يغرد خارج السرب. خلال الفترة اللي كان هو رئيس للوزراء كان يطرح طرح آخر، وكان يحتفل مع الحشد الشعبي ويلتقي مع قيادات الحشد الشعبي ويجتمع بهم، ويعتبر هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشرف العام على هذه القوات. ولكن عندما خسر موقعه في مجلس الوزراء بدأ يصرح هذه التصريحات. لذلك العامري اتهم العبادي بأنه من أعداء الحسين بعد انتقاده هذه الميليشيات. يعني دكتور فاروق، من أضفى هذه القداسة على الميليشيات؟ هل باتت فعليا نسخة من الحرس الثوري الإيراني؟ هي صراع مصالح، سواء كان ما بين العامري أو الحكيم أو الصدر أو الميليشيات الأخرى، من يحسم الموقف ومن يستطيع أن يتبوأ مجلس الوزراء أو السلطة العليا هو اللي يحصل على الدعم. سواء كان الآن هم يضعون الغطاء الأساسي المرجعية، ولكن الحقيقة إيران هي اللاعب الأساسي وهي تلعب الدور الأساسي في تحديد من يكون في المقدمة اليوم ومن يكون خلف الستار الآن. كيف تفسر تصريح تحالف الإصلاح الذي ذكر أن الضغوط السياسية قد تطيح بالحكومة قبل نهاية هذا الصيف،
لماذا لا يعترف شركاء العملية السياسية إذن بإخفاقها؟ عادل عبد المهدي الكل يعرف أنه لا يمتلك كتلة داخل البرلمان، وهو نتيجة مساومات جرت ما بين الكتل أدت إلى مجيء عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس الوزراء، وهو أضعف، ربما يكون أضعف رئيس وزراء خلال المرحلة من 2003 ولحد من 2004 ولحد الآن. وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لم يستطع أن يحسمها لحد هذه اللحظة، إضافة إلى الكثير من الوظائف والكثير من المناصب ما زالت تدار بالوكالة. فلذلك عندما يصرح الفياض على أنه هذه الإطاحة بالحكومة، لأنه يعرف أنه إذا اتفقت كتلتين أو ثلاث كتل من التيار المحسوب على إيران هم قادرين على إسقاط هذه الحكومة. شكرا جزيلا لك إذن عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق فتيان الراوي.